اخباره ايه؟ زي الفل الحمد لله، لسه نايم بس متعملش دوشه. هتضل لك الغدا؟ خليك جنبه يا حسن لحد ما هتضل لك الغدا. هو انت مالك يا حسن؟ فيك ايه؟ ولا حاجه يا ريتال، روحي شوفي كنت هتعمل ايه. لا مش هروح غير لما تقولي في ايه. مشاكل. رحت الريم؟ يبقى رحت لها. اقطع دراعي من هنا اما كانت هي ورا ضرب مروان. انا عرفت ان جوزها رجع من السفر، قابلته؟ وانت يهمك ايه؟ انت اللي تهمني مش حد تاني. انت العمدة، لازم بيتك دايما مفتوح للناس كلها في البلد يا حسن. لازم الكبير والصغير يعرف ان انت صاحب الكلمة وان كلمتك سيف على رقاب الكل. انا مستغرب له مش مصدقه كمية الحب اللي هبت عليكي فجأة دي. وانت تكره؟ لا طبعا، انا ما صدقت ان انت بقيت بتاعي لوحدي يا حسن. وبعدين مالك كده؟ هو انت بتتضايق لما بهزر معاك او ادلعك؟ لا ابدا، هتضايق من ايه؟ انا بس اللي دماغي مش رايقه. لا دماغك دي لازم تبقى رايقه كده وراسيه وعارفه رجلك بتحط الخطوه فين. لو ما كانش عشاني يبقى علشان ولادنا. ولا انت مش ناوي تخلف مني تاني؟ صحيح عبد الله راح، بس انا بقى ناوي اخلف منك دست عيال وكلهم يبقوا صبيان. الواد ابن مفيدة ده يبقى اخوهم الكبير. بس انت عارف ان اللي بيضايقني بقى يا حسن وبيعصبني جدا ايه؟ ان انا لسه لحد دلوقتي بقول له يا ابن مفيدة. طب ما تقولي له يا ولد حسن. اقول له يا ابن حسن؟ ما اقولوش ليه؟ لحد ما يجي ابن حسن من ريتال ويبقى سيدي الناس يا سيدي. انا عادل، انا قلقانه عليك قوي. قلقانه عليا بجد؟ وشاغل بالك يا كريم؟ طبعا شاغل بالي، انت اهم حاجه في حياتي. عادل ليه كل ما اقول كلمه ما بتصدقهاش؟ بالعكس يا ريم، كل تصرفاتك معايا بتاكد لي ان انت بتحبيني وان كلامك صادق، وبتاكد لي كمان ان انت بتحبيني فعلا. بس نظره عينيك بتقول غير كده. نظره عيني ولا انت اللي مش قادره تصدقي ان عادل الجبروت اللي بيطير رقبه اي حد بيغلط معاه في الشغل، ان عادل ده نفسه هو اللي ممكن يحب ويفضل جنبك طول عمره؟ انا وانت شبه بعض قوي، يعني انا من نظره عينيك دي اقدر افهمك كويس. اقدر اعرف انت بتحب مين وبتكره مين، بتقرب مين ليك وبتبعد مين عنك. عارفه اللي انت بتقوليه ده اسمه ايه؟ اسمه عشق مش حب. اللي يفهم الانسان اللي قدامه من نظره عينيه، اللي يحس اللي جواه من غير ما يقوله، يبقى ده اسمه عشق. وده بيأكد لي ان انت بتحبيني بجد. انا فعلا كده، بس المهم انت بقى ما تكونش بتكذب عليا. لا يا ريم ما بكذبش عليكي، انا عمري ما اطمنت لحد ولا سلمت رقبتي لحد، وانت عارفه الكلام ده كويس. لكن انا في الوقت الحالي ما بطمنش لاي حد غيرك انت، ولا اقدر اسلم رقبتي لحد غيرك انت يا ريم. جايز في الاول انا كان في حاجات كتير بتبعدني عنك، جايز في الأول كنت راسم لك صورة مختلفة عن الصورة اللي أنا باصص لك ليها دلوقتي. بس بجد بعد اللي حصل لي ده وبعد وقفتك جنبي، الصورة دي اتغيرت تماما. اه هي اتغيرت لإيه بقى؟ اتغيرت للأحسن بكتير. فاكرة الأول يا ريم كنت بقول لك إيه؟ كنت بقول لك أنا عمري ما أفكر أتجوز، عمري ما أفكر أخلف. طبعا التفكير ده عندنا كلنا عشان الشغلانه الزفت اللي احنا شغالينها،
لان احنا عمرنا ما حسينا بالامان، عمرنا ما حسينا ان في مستقبل، لان مستقبلنا على طول مهدد بالخطر. بس بجد يا ريم دلوقتي انا ما اقدرش ابص لحد ولا اثق فيه ولا اتكلم بالطريقه اللي انا بتكلم معاكي بيها دي. انا اول مره اشوفني بتكلم بالطريقه دي، ما اقدرش اتكلم مع حد غيرك انت بالطريقه دي يا ريم. هقول لك على حاجه تانية، انا ساعات بصحى من النوم وانت نايمه ادور عليكي، اخدك في حضني وانت مش حاسه، ساعات ببوس ايدك وانت نايمه، ولما بصحى من النوم ما الاقيكيش جنبي ببقى عامل زي البيبي الصغير اللي بيدور على امه. لما بسمع صوتك بحس ان انا مطمن. عارف انا بحبك قد ايه؟ انا عايز اكمل حياتي كلها معاك يا ريم، انا بحبك. انت عارف انا نفسي في ايه قوي دلوقتي؟ في ايه؟ نفسي اخرج بره البيت ده، نفسي اشم هوا نضيف، نفسي قوي قوي اطلع كل الحاجات الوحشه اللي جوايا، نفسي اقعد قدامك كده واحكي لك اللي انا عشته، كان وحش قوي. احكي وقولي اللي جواكي، انا سامعك، قولي كل اللي جواكي. عارف انا بتمنى ايه؟ ايه؟ حاجة بسيطة قوي، نفسي بس اعيش مطمنة، بس نفسي كده انام في حضن حد بيحبني وحبني وابقى مش خايفه من بكره. هو ده الحب اللي انا بتمناه؟ عارف الحب ده شكله ايه؟ حاسه معاك كده ان انا مبسوطه، حره، مش خايفه. بس ريم يا حبيبتي انا بجد حاسس ده كل اللي انت بتقوليه وانا معاكي، حاسه بجد، انا بحبك. بجد